اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقه مطبخ رؤيا لهذا اليوم. وكعادتنا كل ثلاثاء بتكون معانا الدكتوره الرائعه ربا مشربش، وكعادتنا كل ثلاثاء يقوم الشيف نضال البريحي باقناعها بانه رجل يقوم بعمل الوجبات الصحيه، وكعادتي وعادتكم كل ثلاثاء بهالفقره هاي منصدق. ولكن اول شيء في خطا عندك، الدكتوره الشرطيه. يعني الشرطيه شايفه كيفك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا، كيفك سمير؟ شو اخبارك؟ شو عنا باليوم؟ عنابي لبقى مع صاحب الشيف. تمام. طيب اليوم راح يسوي الشيف نضال البريحي اكيد إذا ما بقدرش أقرا. الشيف نضال البريحي سيقوم بالوجبة الصحية التالية. طبعاً كاسات الشوفان بالموز والكاكاو، وهاي ست حصص رح نعملها تسع حصص. تسع حصص يا دكتورة، تم مخالفتي وسحب رخصي المهنية. قلت له للشيف منقسمها لتسع أشخاص لتسع أشخاص عشان الكالوريز تكون. والله بعرف واحد يجي على الجاليري وبروح أحياناً يعني هاي وقع بالنسبة له. وحاف من اسمه عمر؟ يمكن عمر. عمر اول حرف من اسمه. والله اسمع، يعني هو عبد الله خليفه القليل ما عرفتوش انا. عبد الله بس بيحرق، يعني بوكل بس اعصاب وهذا بيحرق. الشطف والتكنيس بيحرق طبعا. بيحرق عبد الله خليفه بيحرق. يلا طيب ناخذ المكونات. يلا ناخذ المكونات. مكونات طبقنا اللي هو الصحي. وصفه سهله وطيبه ولذيذه. حلو فيكي بتصدقي انت، تفضلي. طيب كاسات الشوفان بالموز والكاكاو، تسع حصص يعني تسع كاسات صغار رح تعمل لنا. رح نستخدم ثلاث موزات، ثلاث اكواب شوفان، وحلو يكون شوفان كامل اكيد، ثلاث اكواب حليب خالي الدسم، وثلاث اكواب كوبين لبن قليل الدسم، وثلاث معالق كاكاو، واربع معالق عسل، وست حبات فراوله للزينه. سهله سهله كثير ومكوناتها بسيطه. تعتيم هذا، تعتيم على البصرة. تعتيم اعلامي. شو دكتورة؟ زهورات احنا قلنا. شو بدك؟ خير الله وجهك. خير الله وجهك. اوكي، في نعناع، في كركديه. يعني كله مفيد، كركديه زاكي على فكره. شو بدك تشتري؟ نعنع. نعنع بدون سكر طبعا. هذا اوكي، بدنا نسوي لك نعنع بدون سكر. الله يسعدك. طيب يسعد قلبك يا يا نمبر 1. ثلاث معالق سكر بس؟ لا شوكر فري. ايش؟ شوكر فري بدون سكر. ثلاث معالق. بقول لك اسكت. قديش الوصفه اصلا؟ هاي ما حطينا فيها سكر. ايش؟ ما حطينا فيها سكر، ما نحط سكر بالمشروبات. صحيح طبعا. اعوذ بالله. طبعا اصلا السكر بضر جدا. اكيد طبعا. طيب خاصه مع القهوه. خلينا نسوي الوصفه انا والدكتوره. راح اسوي بورشن واحد طبعا. عندي موزه، الموزه هي طبعا المستويه الاخيره. اسهل. أيوة. الوصفات طبعا بدي اهرسها باستخدام هالشوكه انتم شايفين حبايبنا. طبعا القيم الغذائيه جاهزه كلها طبعا، المعلومات الغذائيه. عبد الله الفاتوره. الفاتوره قديش في؟ الفاتوره جاهزه يا سمير. قديش في الياف؟ قديش في فيتامينز ومعادن؟ طبعا هاي الوجبه مشبعه، ممكن ناخذها كفطور لانه فيها كالسيوم، فيها بروتين، فيها نشويات، فيها الياف. فمرات بالرجيم اذا احنا حابين نعمل وجبه هيك نغير عن الخبز والحبوب الافطار، فبهي الطريقه نقدر نعملها. بس في شغله بهي الوصفه. تفضلي. هاي بتتسوى بالليل. شكرا. والصبح بتتاكل. اسكى حتى يمتص كل هالشوفان. صح. الحليب واللبن والعسل، فما بتتسوى على طول. صح. فهاي صح. بس تبلش تطبخ من السوالف اللي عن جد بتناديني انا. طيب ماشي. طيب بنضيف هالشوفان. اوكي. رايحين نضيف اخرتك تيجي يوم وتقول لي الحقيني والحليب. رح يجي يوم واقول لك على الهواء، هي اجل يوم. والكاكاو. كاكاو والعسل. والعسلات اللي زي نمبر 1. سمير والله انت النمبر 1 يا ابو عون. حبيبي يا ابو طه انت. تمام. هون احنا عملنا الكميه صغيره، مش كل الكميه. بالضبط. استخدمنا اكواب على بورشن ونص. بالضبط حتى نكون دقيقين اكثر. بالضبط لانه كثير بعرف دكتوره انت بتهتمي بالمقادير بالتفصيل. بالضبط ما شاء الله حافظ. شوف شو سهله، كثير سهله. بالليل بنحطها بالثلاجه، ثاني يوم بتقدروا تفطروا عليها هلا لقدام كمان بالصيف. والله سمير قلبك اذا بدك جبنا حبه بس سمير من عندك لو سمحت وتكرمت، خليها تذوق الدكتوره اذا حدا بده شيء وتشوف كيف طعمها بعد. يعني انا سويتهم بالليل امبارح
شوف الطعم اليوم شو حيكون، إشي مختلف تماما، رح تجمد ورح تمتص كل هالسوائل. تفضل دكتور. ماسكاها بالضبط، شوف كيف متماسكة. انا بذوقي ذوقي هسه ما عليش. شهيب يا زاكم، هاي الكاسة يا زاكم. نبدا نضيف، هي طبعا بطعم الشوكولاته. تسع حصص، ها؟ تسع حصص. كملي دكتورة كملي. لا خلص. لا خلص، احنا افطرنا الصبح. اجيب لك خبز الغمسي؟ لا. اتركوها اذا لثاني يوم حتى تمتص هالشوفان كل السوائل من لبن، كثير جامده ومن زي حليب. هيك اكيد رح تصير جامده، والصبح على الفطور يعني فطور ولا اطيب منه. صح. وبعدين بالرجيم دائما مرات بكونوا جعبالهم شيء يغيروا شيء حلو، فطيبه كثير على فكره، طيبه. هلا ممكن نعملها لست حصص اذا بدك تاخذها كوجبه افطار كامله، يعني كوب زي هيك. اذا بدك اياها كسناك تخفف السعرات تاخذ تقسمها لتسع كميات بالضبط، لتسع اكواب الصغيره. طبعا ممكن نخليها بالثلاجه لمده 3 ايام. اوكي، بالثلاجه مش برا الثلاجه. اكيد كثير مهم، حليب ولبن وشوفان. طبعا الدكتوره سمحت لنا بنص فراولة، سمحت لنا بعد مداولات. تمام. خذوا الفاتورة هسا. الفاتورة بالله. المعلومات الغذائية بالضبط. خلينا نورجيكم قد ايه في سعرات، قد ايه في الياف، قد ايه في نشويات للي بيعدوا حصص اكيد. طيب عندنا الحصة الواحدة، يعني عم نحكي اذا كل الكمية قسمناها لتسع كاسات صغار بيطلع فيها 230 سعرة حرارية، 44 جرام من النشويات، عندنا 10 جرام بروتين، وعندنا 4 جرام من الألياف، وعندنا كمان تقريباً 3.5 جرام من الدهون، وتعتبر غنية جداً بفيتامين سي والحديد والكالسيوم. تمام، هاي هي المعلومات الغذائية الموجودة بالكاسة الواحدة من الشوفان. تقدر تاكلها مع الفراولة إذا بدك. شو؟ والله زاكية. زاكية قلت لك. جد زاكية. زاكية. لا يا بطني. مش هالدرجة. لا جد زاكية والله. طيب. أنا بحب الشوفان يعني. تحب الشوفان وتحب الأكل الصحي. وبحب الأكل الصحي. آخرتك تصير. بحب كمان الصاجيات، الكبدة والمعاليق. يعني أنت إذا رح تعمل دايت رح تاكل أكل الدايت وأشياء ثانية؟ أنا الأكل الصحي يعني مقبلات بس. عرفتي يعني مش لا ما في منه. تكون متعشي. أها. بعدك جيعان كل ما تونا من هالصحة خلص عينكم. تتذكرني تتذكرني شي يوم ولا يخوفي بعد التقاعد أصير هيك أبدا. لا لا ما في أصير ختيار يا دكتورة رقا. اسمع أصير ختيار تطفي لمبات وتاكل صحي. طيب تمام هيك إحنا هيك وصفتنا جاهزة راضي رضا دكتورة رضا تمام جاهزة. إذن كيف سوينا هالوصف اليوم الوجبة الصحية لتسع أشخاص؟ بدينا بنصف كوب من الشوفان مع موزة كثير طبعا ناضجة هرسناها، أضفنا الشوفان، أضفنا الحليب واللبن والعسل والكاكاو، خلطناهم حطيناهم بكاسة لثاني يوم. طبعا هي وجبة للفطور. طبعا للفطور إذن وجبة أو سناك إذا بدك سناك أو فطور الصبح. هاي طبعا وجبتنا الصحية لليوم مع دكتورة رائعة ربا مشربش كمان. زاكي والله زاكي. صحتين.